من استوديو صيف البحرين صبح عليكم بالخير مشاهدينا في حلقة يوم الأربعاء، مواضيع متميزة جهزها فريق الإعداد لهذا الصباح. وأكيد في البداية أصبح على إيمان، شلونك؟ صباح الخير. صباح. الحمد لله بخير، شلونك أنت؟ يوم الأربعاء بقى يوم على الويكند. احنا نحسب على الويكند، ننتظر البرنامج يوم الأحد ولكن ردنا نحسب. ما في شيء يعجب الله، احنا تعودنا خلاص، ما في شيء يعجب الإنسان سبحان الله. بس والله يعني مر الأسبوع بسرعة، ودائما يعني احنا نقول في صيف البحرين مواضيعنا كذي خفيفة كذا، نصبح على المشاهدين نقول لكم إن شاء الله تستمتعون معنا في حلقة يوم الأربعاء. المواضيع خفيفة بسيطة أكيد راح تهم المشاهد البحريني والمشاهد الخليجي بشكل عام. كالعادة فنون، ومعانا بعد فنانة. اي صح، يعني محمد ما يزال يمكن يعني الخزف من الفنون الجميلة في مملكة البحرين، واللي دائما يحافظون عليه، لأن الكثير من الناس إن يكملون ديكور منازلهم وبيوتهم قطعة يمكن من أنواع الخزف الموجودة يعني في هذا الفن. طبعا اليوم معانا الفنانة فنانة الخزف إيمان الغسرة، متخصصة في فن الخزف ولها بصمتها وتفردها في هذا المجال، وبتخبرنا عن قرب عن جوانب عالم فن الخزف في هذا اللقاء. صباح الخير. صباح إيمان. شلونك؟ بخير الله يسلمك. اليوم عندنا اشياء حلوه، واكواب متنوعه ومختلفه. يمكن ايمان في البدايه دائما الخزف بده يصير يعني شيء حلو يكون في البيت، يزين البيت. صحيح. فايش قد هالشيء مع تطور الـ يمكن الديكور في البيت والستايلات، ايش قد هذه الخزف صار مهم في البيت؟ فعلا مثل ما تفضلت، الخزف صار شيء اساسي اصلا في البيوت. احنا اذا بنتكلم عن الاكسسوارات خلينا نتكلم عن الاساسيات اولا. في البيوت التايلز او البلاطات هذه اصلا صناعه خزف. صحيح. يعني اللي تكون سواء في المطابخ او انتم بكرامه في الحمامات، وحتى كل اكسسوارات الحمام هذه اساسيه تكون من الخزف. ومن ثم مثل ما تفضلتوا اللي هي تكون ادوات المائده، هذه تكون من الخزف، وحتى الجداريات، الشمعدانات، التحف. يعني صار الخزف فعلا جزء لا يتجزأ من في كل بيت. اي جزء لا يتجزأ من ديكور المنازل. يعني ودي اسالك ايمان، اليوم ذكرتي حتى يمكن ادوات المائده نفسها او الاكواب او غيرها من الصحون، نعرف يمكن هذه النوع من الخزف او التحف الخزفيه عشان تمر انها تكون على مائده الطعام لازم تمر بعد في مراحل، صح؟ بالضبط. عشان تكون صالحه وسليمه. بالضبط. فشلون ممكن نحول القطعه الفنيه انها تكون يعني تستعمل للاكل، قابله للاستخدام وآمنة من حيث اللي هو التناول؟ طبعا هو الجليزات أو الطلاءات الزجاجية نوعين. طلاءات زجاجية بتكون آمنة إلى الطعام، اللي هي safe for food، وطلاءات بتكون غير آمنة لاحتوائها على مركبات اللي هي خطيرة نوعا ما مثل الرصاص. فهذه لازم أتأكد قبل ما أستخدم أي طلاء، أشوف التعليمات اللي عليه إن هي صالحة أو غير صالحة. فتفرق طبعا لما أسوي منتج استخدامي إلى الأكل غير عن منتج بستخدمه فقط إلى ديكور أو إلى الزينة، لازم أراعي هاي الموضوع. يعني إيمان أقدر أشرب الحين في ذيلكم؟ تقدرين آمن وأقدر أشرب فيه. والله زين، يعني شكله ما شاء الله كنا تحفة. لازم نتأكد. عشان بعد يمكن إيمان بس أكواب، شنو الأشياء اللي تسوينها دائما يعني أكواب صحون؟ أحس روحي أكثر شي هاي الفترة الإقبال على الأكواب. الأكواب بكثرة، سواء حتى للمطاعم للكوفي شوبس في طلبات على الأكواب أكثر شي. وأسوي صحون وأشوف نفسي أكثر شيء في المنتجات الاستخدامية. يعني شيء أستخدمه أحب أسوي. يكون هم يطلبونه مثلاً المحلات تطلب ستايل معين، شكل معين. بالضبط. ولا أنت بعد يعني طالعين من عندك أفكار؟ أي هذه الأفكار من عندي، بس بعد يجيني طلبات على أشياء كستوم اللي هي تكون عليها لوجو معين، اسم معين. على حسب الناس شنت. أنا عجبني ذي، وحتى عجبني لونه يعني الأزرق. تركواز. وايد حلو، ومن داخل بعد لون ثاني أصفر حطيته. يعني على أساس يتناسق مع الصينية. سويت إن الخارجي أيوة تركواز وداخل أصفر، نفس البلاطات اللي
حبيت ان لونين يعني هاي بروحه ياخذ منك شغل ايمان يعني عاده عشان تركزين على اللون اللي داخل واللون اللي برا. هو الجليزنج ما ياخذ مني وقت، اللي ياخذ وقت التشكيل. مرحله التشكيل هي اللي تاخذ وقت، وبعدها الجفاف، ومن ثم الحرق الاول. طبعا الحرق الاول يكون عند درجه حراره 950 في افران خاصه، وبعدها نعطي هاي اللون طلاء الزجاجي ونرد ندخله حرق ثاني عند درجة 1000 وأكثر. يمكن إيمان يعتبر الستايل حتى يعني تصلح حق تكون فازة لو شوية أكبر يعني حتى صحيح. غير الكوب صح ممكن أن تزينينها كفازات بعد في البيت. يصير إيه يصير. بس شنو المادة اللي تحطينها داخل عشان تكون مثلا تصلح للأكل في النهاية؟ هو جليز طلاء زجاجي شفاف، هاي ما حطيت أي لون داخلي. يعني اعتمدت أن اللون الأساسي يكون حق الطينة، ولكن عشان يكون صالح إلى الشرب خليت طلاء شفاف. حلو. أنا ودي أتكلم عن هذه القطعة الشنطة. هذه جداً يعني من دشيت وأنا أقول حق حمد عجبتني. شلون اشتغلتي عليه؟ هذه الشنطة عمل مشترك بيني وبين فنان الخشب علي رستم. فكرنا أن احنا نسوي منتج مشترك مع بعض، أن ندخل الخشب مع الخزف، والحمد لله وفقنا من فوق. من فوق؟ لا لحظة بطليها عشان هاي عمل مشترك يعني خشب وانتي رسمتي يمكن عليها وحطيتي بعض قطع الخزف اللي هي موجودة. سويت التايلز خشب طبيعي والخزف اللي هو بعد طين طبيعي، سويتهم مداخل جلد طبيعي بعد. صح. الحين انتي استعملتيها كشنطة يعني. جاية فيها اليوم ترى. ما شاء الله يعني شنطتك. فخليت لونين، لون الأسود على أساس حسب لبسي شنو بلبس أحطها قدام. لا يعني قطعة حلوة، أتوقع البنات يعني بيهبون فيها هالفترة يعني. والحمد لله جت عليها طلبات. في إقبال عليها. عرضناها في الانستغرام وجت عليها طلبات. حبيت يعني دمج نوعين من الفن، الخشب مع الخزف. بالإضافة إلى الجلد. اللي داخل. هاي الشنطة صراحة منتج افتخر فيه لأن أحب الدمج بين الخامات، يعطي غنى إلى المنتج، يكون المنتج غني، وفي النهاية منتج بحريني، أيادي بحرينية 100%. والحلو أن ستايل جديد ودائما الناس تحب تغير. الناس في تحب الأشياء الجديدة. الهبة الجديدة. والبعض لما تشافها يفكرها أنها ثقيلة. يعني شفتيها شلون في المسكة؟ خفيفة. وايد خفيفة. يعني يمكن يشوفونها أنها هي خشب وخزف وداخل الجلد يحسونها هي ثقيلة. بالعكس. يعطيك العافية والله حبيتها. يمكن لو بنصنع أكواب أو حتى فازات وتخليها بشكل قوي ما يعني. شيء ضد الانكسار بطريقه تكون اقوى، يعني ممكن ان هذه تنكسر، شنو الماده اللي تحطينها عليها ان هي تخليها تكون اقوى شوي؟ طبعا الفخار هو يكون ضعيف. انا ما جبت اليوم مثال حق الفخار. ولكن الكوب من تحت هذا فخار. اي صح. اي وسهل انه يتغسل ما هذا. اي سهل. هذا الأصلي. أوكي. فلما يكون الجسم فخار يكون أضعف. أنا أعطي هذه الطبقة الزجاجية على أساس تعطي قوة وصلابة. تماسك. أي. بالإضافة أن الحرق يعني الحرق الثاني هاي عند درجة حرارة أعلى يكسبها هاي القوة وهاي الصلابة فيكون يعني أكثر تحمل إلى الصدمات. إيمان شو بنسوي اليوم؟ إحنا مجهزين أشي حق المشاهدين. اليوم بنسوي كوب بما أن اليوم العرض أكواب. زين فبنسوي كوب هاند ميد، وممكن أعرض الخطوات حق المشاهدين إنه يطبقونه في البيت. وطبعاً أي استفسار أي سؤال أنا متواجدة في الانستغرام للي حاب يسأل ويتابع. في النهاية أنا بعد ترى مدرسة. صح. يعني أحب أعلم وأنشر هاي العلم بما أنه علم فريد في البحرين. صح. فلا مشكلة اللي حاب يستفسر اللي حاب يسأل يتواصل معك على الانستغرام. فما في اي مشكله لو اي احد عنده اي سؤال. الحين ما احنا بنسوي كوب صح؟ إيه؟ خلينا نتكلم عن الادوات اللي نحتاجها عشان لو بنشتغل في الكوب. بحتاج اللي هو سطح خشبي. هاي اي سطح اقدر اخذه من اي مكان، ادوات بيع ادوات المطبخ او شيء كذي، سطح خشب.
دعامتين يكونون سمكهم 4 ملي تقريبا ما يزيد. اوكي هذه اي نجار ممكن يسويها هاي الدعامتين. اوكي بحتاج له اداه الفرد هاي بعد في ادوات المطابخ ترى ادوات الخزف نفس قسم المطابخ تطبخ انزين بحتاج قطاعه حتى بعد اقدر استخدم سكينه سكينه المطبخ عادي قطاعات بعد من قسم المطابخ والكيك اي والكيك بالضبط بحتاج هاي بعد من قسم تزيل الكيك اتوقع صح الملامس اي ملمس اقدر استخدمه هذا ممكن حتى عندي قماش في البيت مستغنية عنه في ملمس عشان يعطي شكل يعطي التكستشر هاي على الطينه فالحلو في الخزف انه حتى لو اشياء في البيت ما تحتاج تقدر تسوي لها ريسايكلينج اي يعني مثل ما تقولين ما في حدود للابداع اللي تقدر تسويه بالضبط يعني انا للامانه اي شيء عندي استغني عنه في البيت ما ارمي وفعلا يجي اليوم اللي استخدمه في عمل ويطلع لي افكت حلو يلا ما خلي ابتدي انا متحمسه صراحه باكر شوف تشتغلين على هذا الكود اول شيء عندي قطعه طين بفردها طبعا قطعه الطين تكون عندي في البدايه كتله عجينه لكن وعقب افردها واخليها بشكل بخلي الدعامتين وبفردها بهاي الطريقه باداه الفرد الى ما تصير عندي مسطحه شريحه سيده عندي بعد اي كرت اقدر اسوي له ريسايكلينج شيء منتهي عندي في البيت اقدر استخدمه او في بعض المكتبات تبيع هي الادوات الخاصه بالخزف ولكن انا احب هذه تكون اقوى فاتاكد ان شريحتي مضبوطه وما فيها نوع من التكتل تكون سيده طبعا شنو الغرض اني اخلي هاي الدعامتين عشان احصل على سمك متجانس اوكي هاي السمك ان ما تكون عندي اماكن نازله واماكن مرتفعه فيكون عندي جنس يعني سمك متجانس واحد شنو بسوي؟ بقطع اللي هو أول شيء هاي الجسم الشريحة هذه أول شيء بقطعها بيكون عندي مسطرة تحتاجين مسطرة يمكن نسيتيها؟ لا موجودة لأن طلعتها قبل شوي هي ساعدتش انا يا سعدك بس اخوف اخرب عليك القطعه لا بحتاج المسطره اوكي عشان القطع بس مو مشكله نقدر نستعمل الكرت اللي موجود اوكي كمسطره الكرت اي تقريبا بيكون حجم الكرت مالي هني بالقطاعه بحدد طبعا ما بسوي اي ما بسوي شيء عود شيء بيكون مناسب و عشان يكون عشان يكون مستقيم ومع يعني حجم معين ما تشرب هني وتحت هناك خلاص بدنا نفهم حمد في البال اوكي ونفس الشيء هذه الجهه بقيس يعني شويه فيها هندسه الموضوع شوي بما انه ماج يعني ما تبي مكان شوي معفس تبين يكون مرتب ومتوازي ومتساوي يعني تشوفوا الحلو في الخزف حتى لو اداه عندي ناقصه اقدر اتصرف صح واتوقع بعد يمكن حتى لو اختلفت الابعاد شوي ممكن يطلع هاي ستايل اصلا يعني هو ترى الهاند ميد الحلو فيه كذي أيوة ترى في ناس تطلبه عشان عدم الكماليه أيوة اللي فيه بحدد أول شيء وبعدين بقطع. إيمان بتسوين كذي إن شاء الله. بسوي إحنا قاعد أتعلم. إيه جربت كل شيء في هالفقرات بالذات في هالستيج نتعلم كل شيء. يعني يمكن إيمان جاتنا في الحلقات السابقة وتكلمت حتى على موضوع يمكن الفازات الكبيرة والعمل عليها وغيرها اليوم قاعد تعلمنا شلون نسوي كوب يعني أنا أتوقع العملية سهلة إيمان صح يعني الكل يقدر يسويها ما فيها وايد ديتيلز وما فيها وايد أمور بالضبط هي مجرد أساسيات تعرف بالضبط أساسيات نمشي عليها وبيطلع معانا مك حلو
وشيء حلو انك تسوي الشيء حقك انت. الحين انا سويت اللي هو هاي الجسم، بسوي القاعده اللي هي الدائره اللي تحت. شلون بسويها؟ شريحه ثانيه بعد، وببتدي شنو نفس الشيء، هذه القطاعه بشكل دائري، القطر مالها 8 سنتي، وبنزلها بهذه الطريقه. هاي قاعدة الكوب. قاعدة الكوب وبشيلها. يعني هذه الأساسيات، إن أنت تقطع يمكن الكوب، بعدها قاعدة الكوب. سوي القاعدة. وناس ما قالت إيمان كل الأدوات اللي نحتاجها من قسم المطبخ. أتوقع في كل بيت فيها الأغراض يعني. ما توقع يعني ما بيكون في بيت فيها أي شيء. في كل بيت. أنا ساعات إذا مثلاً عندي أداة ناقصة أروح للمطبخ. خلاص. بس تخلص عقب تصير حق الخزف، ما أرد أرجعها للمطبخ. عيل إيمان، إحنا بخليش تاخذين راحتك وتجهزين الكوب، وبنرجع لك أكيد عشان ناخذ منك التفاصيل والخطوات ونشوف الشكل النهائي. يعني في هذه الفقرة مشاهدينا راح نتعرف على فتاة يعني بحرينية، رغم صغر سنها أحرزت مراكز عالمية في بطولات رياضية، في بطولة رياضة الجولف على مستوى المحلي والخليجي، حيث لقبت بأول وأصغر لاعبة جولف بحرينية. خلونا نتعرف أكثر عن ضيفتنا في الاستديو حبيبة ماهر. صبحك الله بالخير، يا هلا ومرحبا فيك حبيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا انكم استضافتوني اليوم، شرف. انا اسمي حبيبة ماهر، عمري 16 سنة. لقبت بأول بحرينية لاعبة جولف ما شاء الله بالعمر 10 سنوات. فأنا بديت اللعبة كان عمري 7 سنوات، دشيت مع أبوي، رحنا جربنا اللعبة، شفت أنا وايد أحبها، فقام أبوي خلاني إني أروح النادي وتتعلمين وتتشجعين أكثر. حلو. وبعدين دشيت المنتخب الرياضي للجولف، وما كان في فرق نسائي كلش، يعني ما كان البحرين معروفة بأصلاً عندها فريق رياضة نسائي. الجولف حق الفريق النسائي. أول ما دشيت نظموا فريق نسائي للجولف، وبدينا نشارك على مستوى الخليج. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليك صراحة. في البداية يعني احنا فخورين فيك طبعا على انجازاتك اللي سويتيها، وبما انك انت تلعبين لعبة اصلا ما في يعني الرياضة هذه قليل اللي يلعبونها في البحرين، مو منتشرة وغير انها هي رجالية وايد اكثر. اي صح. فوجودك فيها صراحة هاي شرف وايد حلو، وحلو ان نشوفه وصغر سنك بعد عمرك 16 سنة. كلمين عن هذه الصدفة اللي انت رحتي مع الوالد وحبيتي هاي اللعبة، شنو كان شعورك في هالفترة؟ يعني شنو حسيتي لما طقيتي أول لعبة للجولف؟ حسيت يعني شعور غريب، لأن أول شيء جربت السلة، جربت القدم، جربت كذا شيء، بس الجولف لها إحساس ثاني. يعني تركيز وهدوء ولعبة وايد راقية، فأنا حبيتها وايد يعني. وتعلقتي في هذه الرياضة وطورتي روحك فيها حبيبة. ما شاء الله لك مشاركات سواء كانت في البحرين ولا خارج البحرين، كلمينا عن هذه المشاركات، شنو تعلمتي منها؟ اي شاركنا في بطولات الخليج 3 مرتين في البحرين ومرة في عمان، مرة جبنا المركز الثالث، ومرة أنا جبت مركز الرابع فردي. شعور جديد، يعني شيء جديد ما قد توقعت إن أنا بقوم بشارك على مستوى الخليج، يعني بشارك مع بنات ثانيين من دول ثانية، وكان التجربة وايد حلوة. وهذه الصور اللي تظهر على الشاشة هاي من مشاركاتك؟ اي ما شاء الله. هذه في وين كانت المشاركة؟ هاي في عمان. في عمان. اي واكيد التقيتوا مع فرق ثانية في مجال الجولف صح؟ اي هاي في البحرين، هاي ثاني مرة لعبنا في البحرين. حلو ما شاء الله، يعني لك مشاركات جميلة واحنا نفتخر فيك. وهذه الصور هاي أول مرة. هذه أول مرة. لقبت بأصغر لعبة في هاي البطولة. يمكن حبيبة خلنا ننتقل إلى موضوع ثاني اللي هو أنت اختارتك أصغر مدربة في مدينة الشباب. ممكن أن هذا الشيء يعني شيء غريب أن واحدة عمرها 16 مدربة، فكلميني عن هاي التجربة. كان عمري 14 لما شاركت. 14 بعد صغير. عطتني مؤسسة بي واي آي الفرصة أني أدرب في مدينة الشباب. عندي وايد افكار وسويت وايد بروبوزلز، واعطوني الفرصه ان ادرب في مدينه شباب للي كان عمرهم 9 ل 12 سنة. دربت كورس لقب ريسايكل روبوت، علم المشاركين شلون يسوون روبوتات من اشياء
اللي احنا يعني ما نستخدمها في البيت، نفس علب كلينكس، علب ماي، اشياء هاللون. يعني المواد اللي تكون في البيت نستخدمها ونسوي شغلات ثانية فيها. حلو حبيبة، يعني ما شاء الله قمتي بتقديم خطاب في منتدى جوجل للشرق يعني الأوسط، يمكن في دبي في 2019. كلمينا عن هذا الخطاب وشنو كان يشمل وشون شفتي هذه المشاركة أيضا في دبي؟ في دبي رحت بواسطة جيجي منامة، فكان قبلها رحت أنا هاكاثون تونس ولقبت بأصغر مشاركة، فرحت أنا دبي عشان أقول لقب أو خطاب سوري عن youth in tech، الشباب في التكنولوجيا، هاي كان اسم الفقرة. فتكلمت عن تجربتي أنا كواحدة صغيرة في مجال اللي كله فيها اللي فوق 18 سنة، وتكلمت عن كذا شيء، عن شلون نقدر ندخل جيل الجاي أو جيلي أنا ندخلهم في هاي المجال، مجال الـ AI الذكاء الاصطناعي ومجال البرمجة. هيمون هي مو بس في دبي، دبي وتونس ما شاء الله في كل مكان تفرفر ويا الجولف رايح المكان ما شاء الله. وهذه الصوره صح اللي قاعده تظهر على الشاشه في مشاركتك يمكن في دبي صح؟ لا هاي في تونس. هاي في تونس ما شاء الله، يعني كلمينا عن اللي هو هاكاثون تونس. اوكي هاكاثون تونس كان شيء صدفه، كان وايد صعب اني بس اشارك فيها، انا اول شيء في البحرين. تتاهل لازم ولا اي؟ كان لازم نتاهل، فعطتني جيجي منامة الابلكيشن وكل شيء، وكان لازم اسوي كذا امتحان، كذا بروجكت، كذا شيء. وعقبها ان اتاهلت ان اروح تونس، ورحت تونس وشاركت في مجال الافرقه او الفرق مع بحريني اخوي سيد علي واستاذ محمد بوعلاي، شاركنا كفرقه ووصلنا نص النهائي، بس الله ما كتب ان نفوز، كان تجربة وايد حلوة. أهم شيء التجربة، ويعني المشاركة بحد ذاتها هي تعتبر فوز بالنسبة لكم. حبيبة يعني ما شاء الله أنتي نفس ما قلتي في البداية، قلتي ما كان في منتخب للبنات لرياضة الجولف، وأنتوا تعتبرون أول منتخب، يعني هذه رياضة الجولف يمكن تعتبر رياضة غير منتشرة في مملكة البحرين. شلون اليوم تشوفين رياضة الجولف في البحرين من بعد ما تم تأسيس المنتخب، بعد ما شاركتوا أيضا في يعني بطولات خارج مملكة البحرين؟ لما أول شيء بديت لما أول شيء دشيت المنتخب سعادة الشيخ الحياة أسست نفس ال شو يسمونه سكاوتينج، إنه يابوا بنات من أنحاء الديرة يعني من كل المدارس، لسه معسكر خاص معسكر، وشافوا من اللي يقدر، من اللي يحب اللعبة، من اللي يبي يطور من نفسه وقدراته في رياضة الجولف. فبعد هاي شفنا إن وايد ناس بغاوا يدشون المنتخب، بس الحين صرنا احنا بس 3 بنات في المنتخب ونبي ناس اكثر، تبون تستقطبون اكثر. هل تشوفين في اقبال؟ هل في بنات حابين يشاركون في هذه الرياضه؟ هل تدربون البنات اللي يمكن يعرفون يلعبونها بس ما يعرفون القوانين؟ صح، الحين عندنا نفس جروب صغير فيها 4 بنات عمرهم يمكن من 9 ل 11 سنه ما شاء الله، يعني حدهم صغار وقاعدين ناشئين يعتبرون ناشئين وقاعد يدربونهم عشان ان شاء الله يعني يعطونهم الفرصه انهم يلعبون ويانا ان شاء الله. فهاي شيء وايد حلو نشوفه من المنتخب ومن المؤسسه البحرينيه للجولف، لانه قاعد يهتمون في هالشيء، يبون يطورون من مواهب البنات في لعبه الجولف، ودائما يتم الاهتمام بالرياضه النسائيه في مملكه البحرين. صح، يمكن انا اللي عارفه عن الجولف، انا لاعب الجولف يكون وايد هادي، ولكن هي ما شاء الله عليها متحدثه وايد زينه زين اثرتنا هنا في الاستوديو. وغير انه يمكن نقطه ثانيه بتكلم، حبيبه انتي سنك صغير ورياضيه في نفس الوقت، لان هذه الجولف تعتبر رياضه، فانت قاعده تدرسين للحين، فشلون تقدرين انت يعني تميزين بين الدراسه وبين الرياضه وانك ما تقصرين في الاثنين؟ سؤالك وايد حلو، لان الموضوع وايد صعب. ادري انه صعب، مريت فيه، لان يعني امي وايد قاعده تساعدني في هالشيء، ان مثلا بعطيكم سيناريو صار السنه اللي طافت. كنت بروح اتدرب بس عندي امتحان ثاني يوم، قلت انا بروح اتدرب، خلصت الدراسه يعني درست وكل شيء، قالت لي لا تدربي باكر ودرسي اليوم. اوكي، لان بعد يعني الرياضه مهمه، لكن اكيد بس الدراسه والده قالت متابعتك وتعرف موجوده، خلت تعرف انه يعني الدراسه هي رقم واحد في كل شيء، ولكن
هوايتك ما بيقصرون، هم بيساعدونك ويعطونك كل الدعم. وجوده هني ووقفاتها طول البرنامج هاي بحد ذات دعم اكيد. اي يعني حبيبه، يمكن نفس ما قلتي الموضوع صعب بالنسبه حقنا، انت يمكن تدرسين وعندك دراسه وبعد عندك رياضه وهواي، وانت اساسا يعني عنصر مهم في المنتخب، لكن هل انت تحاولين بينك بنفسك تطورين من هذه يعني الرياضه عندك؟ هل تحبين تشوفين يمكن المباريات اللي تكون موجوده وتاخذين هاي التكنيك اللي عندهم بالنسبة حق اللاعبين، تحضرين يمكن المسابقات اللي تكون خارج البحرين عشان تتعلمين وتستفيدين؟ والله لحد اليوم ما حضرت مسابقة برا البحرين، بس أحضر هني البطولة السنوية بطولة الملك حمد، يعني بطولة وايد حلوة تستضيف ناس من أنحاء العالم. صحيح، وهي بطولة مهمة في لعبة الجولف بالذات في البحرين يعني. فكل سنة أروح وأحضر 4 أيام وأطالعهم وأشوف التكنيك اللي يستخدمونه وشون يطقون، شون يحسبون الهواء والكرة اللي يستخدمونها وكذا شيء. فيعني وايد حلوة هاي البطولة، ويعني وايد أحبها وايد أحب أشارك، بس إن شاء الله في المستقبل يكون في فئة بنات حق البنات في هالبطولة عشان أنا أقدر أشارك. إن شاء الله أكيد راح تكونين أحد المشاركات في هذه البطولة وترفعين رأسنا يعني، والناس ما أنت الحين ما شاء الله إحنا فخورين فيك بهذه التجربة الجميلة اللي قدمتيها. أكيد كل الشكر لك حبيبة ماهر، إن شاء الله نتمنى إن تشرفينا مرة ثانية هنا مع ميداليات ونبارك لك بعد. إن شاء الله. كل الشكر لك على حضورك. شكرا لك حبيبة، يعطيك العافية. مرحبا فيكم مشاهدينا من جديد. ثقافة السلام الداخلي تعتبر حالة من الوعي والتنوير اللي كلنا نطمح له، وفي وقتنا الحالي صارت الحاجة للسلام الداخلي أو باللغة الدارجة ومثل ما احنا نسميها راحة البال أكبر ويانا. وأكيد الحديث أكثر حول هذا الموضوع نستعد اليوم، وأكيد نسعد باستضافة مدربة السعادة الأستاذة نسيم عبد اللطيف. صبحك الله بالخير. صبح يا أهلا، مرحبا فيك أستاذة نسيم. مرحبا. صباح اليوم الورد. السعادة الداخلية وراحة البال. راحة البال ونسيم اسمها. يعني الهدوء كله والسعادة كلها. من السلام من السلام الداخلي. خلينا نعرفه أول شيء في البداية نسيم عن موضوع السلام الداخلي. ناس تقول سلام داخلي سلام، خلينا نعرفه حق الناس. خلينا نتكلم شوي بشكل مبسط. الحياة دائما فيها أوقات حلوة وأوقات صعبة. الأوقات الحلوة طبعا ما حد عنده مشكلة معها. الشطارة وين؟ لما تكون في الأوقات الصعبة وتحس بنفس الإحساس لما تحسه في الأوقات الحلوة، اللي هو إحساس الطمأنينة، السكون، الهدوء النفسي. هذه نقول ان الشخص عنده سلام داخلي. هذه تعريف بسيط مبسط بالنسبه حق السلام الداخلي. لكن ودي اسالك نسيم اليوم، شلون ممكن يعني نوصل لهذه راحه البال او السلام الداخلي؟ شنو الاساليب المتبعه عشان نتخذ هذه الراحه الداخليه؟ هو في اساليب كثيره طبعا، بس انا في تدريبي احب اركز على اهم 5 نقاط اللي اشوفها تفيد مع الكلاينتس. أول نقطة أن أنت تشوف الواقع كما هو من غير أي إضافات عاطفية. يعني شلون؟ إحنا كبشر نحب نضخم المواضيع صح. سواء الإيجابية أو السلبية. يعني الإيجابية إذا يصير عندنا شيء مفرح، مثلا نجح الشخص في الامتحان، أوه يحس أنه هو نجح في امتحان الدنيا كلها. صح. يشوف الدنيا وردية ويبتدي يتخيل وراها أشياء من عقله، بس تخيلات في عقله، بعدين ينصدم بالواقع. صحيح. أو أشياء سلبية، مثلا إذا خسر الشخص، خسر وظيفة، خسر علاقة، خسر مبلغ من المال، شنو أنا انتهيت، أنا تدمرت. صح. يحط ضغط نفسي على نفسه. على نفسه. ببساطة يقدر يسمي الموضوع الشيء بمسماه الحقيقي. يعني مثلا أنا خسرت هاي المبلغ من المال، أنا خسرت هاي الوظيفة، بس أثرها وقعها على نفسك يكون أخف. هاي أول نقطة. ثاني نقطة، تقدر تتعامل مع أمور الحياة ببساطة أكثر. يعني شلون؟ يعني إذا نكون مضغوطين ساعات في أمور، ساعات عندنا أكثر من تاسك، أكثر من مهمة، لا تحاول تسوي كل المهمات مع بعض. ركز على الأهم، ركز عليه انجزه فالمهم، فكذي البساطة تهدي من نفسيتك. نقطة ثالثة، ممكن ان انت تخفف من تفكير شوي. مشكلة احنا شو نسوي اذا صار هاي الشيء؟ بو بعدين بيصير لي كذي وبيصير لي كذي. صح. من عندنا من عندنا بروحه. اي ونطلع افلام ونطلع قصص تسوي خوف وتسوي ثقل على نفسنا، وتسوي بروحنا، ترى نتعب روحنا بروحنا.
فخفف من هاي التفكير عشان نفسك تكون مرتاحة أقل من الإجهاد من التعب. النصيحة اللي وايد أحب أذكرها في كل مكان إنه لازم نعيش اللحظة. إحنا بعقلنا ما يعرف يعيش هذه اللحظة، مبرمج إنه يرجع لنا ذكريات الماضي، الأشياء الحزينة اللي صارت لنا والمتعبة ونعيد ونزيد فيها، أو يعطينا تخيلات في المستقبل. فأنت دائماً عشان كذي إحنا دائماً ننصح بالتأمل. تأمل يعلمك إن أنت تعيش اللحظة الحالية، بتشوف إنها هي لحظة حلوة وخفيفة، ترى ما فيها أي مشاكل. مشاكل والخوف وهاي الأحاسيس كلها تنبع من وين؟ من عقلي. فدايماً أرجع عقلي إلى اللحظة الحالية. يمكن أستاذة دايماً يجي في بالي هالموضوع أن يعني الموضوع يجي من مخك، صح؟ صح. هل في مهارة معينة إنك أنت تسوي مثلاً بلوك حق هاي الأشياء؟ تقدر انك انت ما تفكر فيها بطريقه سلبيه مثل ما تكلمنا. احنا ما نقول نسوي بلوك، لان العقل هو عضو مثل باقي الاعضاء. انت ما نبي نوقف القلب وما نبي نوقف الرئه. العقل موجود، لكن احنا شنو نحب ندرب العقل بانه يركز على الاشياء الايجابيه ويركز على هذه اللحظه اللي انا فيها الحين، وهو طبعا اكبر احسن تمرين هو التامل. فالإنسان كل ما أو في طريقة الوعي الكلي إحنا نسميها، الإنسان أي وقت يخصص له مثلاً في اليوم 5 دقائق في البداية يتنفس ويركز على النفس، يركز على موسيقى معينة، يركز على صوت معين. كذي أنت تعلم نفسك بأن عقلك متى ما يشرد بالأفكار أنت ترجع إلى هذه اللحظة. بالمديتيشن وبالتأمل نقدر ممكن يعني نفس ما قال حمد المصطلح نحط بلك، إحنا ما نبي نحط بلك لكن نبي شوي نسوي ترين. ودايم في البداية أكيد صعب، لأن مثل ما تتعلم مهارة جديدة تكون صعبة عليك في البداية، تشوف مخك everywhere أول شيء ويفكر في كل شيء، فالإنسان يتعب ييأس ويقول خلاص ما أبي أسوي. صح. بس تقبل هاي الشيء، تقول أنا هاي شيء جديد علي، مع الوقت مع الممارسة بتشوف إنه سهل، بيكون سهل إنك بعدين بتعتمد كطريقة في الحياة. صح. أيوة، شيء أساسي يكون في الحياة. نسيم، ودي أسألك أكثر بالنسبة حق الأشخاص اللي دائما يربطون سعادتهم وناستهم بأشخاص معينة أو بالمال أو بفترة معينة بشغلة معينة. في ناس تخسر في البلاي ستيشن تزعل. تزعل يومين ما تحصل. والله في ناس يعني يحبون يربطون حياتهم ويعني بشكل إيجابي لما مثلا ارتبطوا بعمل معين. إذا يصير لي هاي الشيء أنا بكون مستانس. صح. أو أنا خلاص ما بيهمني ذا. أوكي، هي أول شيء إحنا متى نشعر صج بالسلام الداخلي؟ إذا أنت كنت متصل بحقيقتك الذاتية، إحنا نقول تتعرف على ذاتك. إحنا عبارة عن روح ساكنة جسد، والروح الله سبحانه وتعالى خلقها فيها الحب، من صفاتها الحب، الوفرة، السلام، كل هاي الأشياء. فإحنا السلام والهدوء والحب من داخلنا، من سمات روحنا يعني. فالمشكلة إن إحنا ما نعرف هاي الشيء، نغض النظر عن هاي الشيء ونبتدي ندور مصادر خارجية للإحساس بالسلام. فيقول لك مثلاً مثل المثال اللي قلتي، أنا إذا حصلت هاي المبلغ، إذا حصلت فلوس بو خلاص بكون مرتاح، بكون سعيد، الدنيا وردية. في الحقيقة أنت قاعد شو تسوي؟ تحط ضغط على نفسك وعقلك إن أنا لازم اوصل حق هاي الشيء، والله ما بحس بالسعاده. ثاني شيء، انت قاعد تاجل احساسك بالسلام. انت الحين تقدر تحس، لانه روحك هي من سماتها السلام. فانت ليش تاجل؟ الحين اقدر احصل السلام، الحين اقدر احصل السعاده. ثالث شيء، انت بتنصدم، لان وقت اللي يجيلك الشيء اللي انت تتمناه، سواء زوج او زوجه او علاقه او فلوس او اي شيء، انت موقف سلام الداخلي لحد ما تحصل عليه، بيت، قرض، اي شيء، هو بيعطيك صح سلام داخلي بس لوقت محدد، لفترة معينة. فترة معينة، لأن هو شيء خارجي، والشيء الخارجي متغير مو دائم مثل طبيعتك الروحية. صح. كنت أستاذة تكلمنا عن موضوع الشخص شلون يتحكم بهذه الأفكار، لكن احيانا بعض الناس تأثر على ناس، يعني ساعات انت جالس شخص انت امورك يعني عندك سلام داخلي، ولكن يأثر عليك شخص ثاني. صح. فشلون تقدر تتعامل مع هاي المواقف؟ ممتاز، لأن ساعات صج الناس تشتغل على روحها. أيوة. وتسوي يعني تتطور من نفسها وتوصل إلى السلام. صح. الداخلي مثل ما قلت، بس تقعد ويا واحد هو مزاجه معفوس، أو اللي حولك مثلا. أيوة. هو مزاجه معفوس فيعفس لك يومك كله،
فمن هنا انت لازم تفصل، تتعلم بانك تفصل شعورك عن تقعد ويا صح، بس يكون في حاجز وقت اللي يكون عندك الوعي ان انا ما هذه في الطاقه، ان انا طاقتي الايجابيه ما بخلي اي واحد بانه ياثر عليها. فانت بتتعامل وياه وبتعطيه النصح وكل شيء، لكن انت لانك واعي حق هالنقطه فبيكون في مثل الحاجز ما بتخليه ياثر عليك، فسلامك الداخلي لن يتزعزع. لأن أنا شفت يعني بعض يا كذي يا هو الشخص اللي أنت قاعد معاه مثلا يكون في طاقة سلبية وأنت عندك سلام وعندك طاقة إيجابية، يا يصير هو يعطيك الطاقة دي السلبية وأنت تصير سلبي، أو العكس، أو العكس أنت تعطي الطاقة الإيجابية. شوف هو هذه الطاقة الإيجابية إحنا أول ما نقعد من النوم تكون عندنا فل دائما. فمن كذي نقول لكم دائما حافظوا عليها الصبح، طولوها كثر ما تقدرون، لا تطلعون الاخبار، لا تطلعون اي شيء ضايقكم. صح، فهذه الطاقه الايجابيه احنا عندنا، بعدين تبتدي شنو وتعاملنا مع، مثل ما قلت اتعامل مع هاي الشخص هو سلبي ياخذ، افكر في هاي الشيء ياخذ لنهايه اليوم وتنفذ الطاقه وارد اشحن. انزين انا لما اقعد مع شخص دائما بتعلم روحك، انا اقعد مع هاي الشخص أنا مرتاح، تحس كذي براحة، تحس إنك تبي تسولف معاه، واصل معناته إن أنت إيجابي وإيجابي. بس متى قاعد مع شخص وتحس حتى لو ما يقول لك ساعات شيء، ما يغلط بالكلام، بس سبحان الله تحس روحك متضايق، تحس روحك تعبان. في هذه الحالة هاي الأشخاص قلل احتكاكك فيهم كثر ما تقدر، ومثل ما قلنا تخلون حاجز، وأنت دائما حاول تدير الحوار، يعني لا تخليه يسترسل بالسلبي. انت دير الحوار، يعني سأله على قد الموضوع وخلاص، لان انت ما بتقدر ان توقف طاقته السلبيه، وانت مو مسؤول اصلا عن انك توقف طاقته السلبيه، انت عليك من نفسك، اذا كل انسان كل انسان هو اشتغل على روحه بطاقه ايجابيه كلنا بنكون الحمد لله. يعني نعم استاذه، ودي اسالك اكثر بخصوص الوعي بالنسبه حق الناس، يعني قلتي المديتيشن ممكن من الامور اللي تغير، يعني يمكن هذه الفكره او يكون الشخص يتعايش مع نفسه براحه بال والسلام الداخلي. اليوم الناس عندها وعي عن هذا الموضوع، لان انا دائما اشوف يمكن حتى في السوشيال ميديا المديتيشن مرتبط مثلا بشمعه بحجر او شيء كذي، هل هذه فعلا صح بحر؟ هل هذه فعلا يزيد من راحه البال والسلام الداخلي؟ المديتيشن والله الحركات الاكسترا اللي يعني المديتيشن مع الاكسترا مع الوعي اللي عند الناس. شوفي المديتيشن انا قبل 7 سنوات ما توقعت نفسي ان انا اسوي مديتيشن، احسه شيء كول بس. ما كنت اصلا اعرف الفرق بين اليوغا والمديتيشن، الحين صار شيء ضروري من ضروريات الحياه، لانه كانك ريتشارجينج حق شحنتك. في المديتيشن مو بس ريتشارجينج، انت تتواصلين مع ذاتك، فدائما دائما حاولوا تحافظون عليها، مو انه شيء فانسي، انه شيء حق روحك، بروسس هذه حق نفسك انت تسوينها. بخصوص الشمعه والحجر او الميوزك، يعتمد على مود الشخص، يعني انت شنو الشيء اللي بيساعدك انك انت تسترسلين توصلين. ما في شيء يقطعك، الموسيقى تساعدك مثلا، كل ما انت تشردين بتفكيرك الموسيقى بترجعك. الكاندل انا ما اقدر اسوي مع كاندل المديتيشن، ليش؟ لان الفلاشينج اوف اللايت هاي الصغير اتانويمي، هو يعتمد على الشخص فانت مع المحاوله بتعرفين شنو الشيء اللي بيساهم في ان انت تطولين عمليه المديتيشن. المديتيشن بتحتاجين بعدين كعلاج، كتدريب للتركيز، لحل المشاكل. تعرفين اذا يصير عندك مشكله، دائما احنا اذا تصير عندنا مشكله شو يصير عندنا؟ العقل المنطقي نصكه، نبتدي نتصرف بعواطفنا. صح، عشان كذي بعدين نقول انا ليش قلت هاي الكلام، او ليش سويت، ليش ما تصرفت هاي التصرف، ليش؟ لان بعدين العقل المنطقي هو اللي يشتغل. المديتيشن تعلمك ان انت في وسط الازمات هو شغال، لانه موجود، لان انت عرفتي تدربينه صح، نفسك صح. يمكن احنا بنتكلم عن اخر نقطة اللي هي موضوع السوشيال ميديا، ناس ما قالت يمكن إيمان إن في ناس يحطون كذي، تقول والله هذه طاقة إيجابية عنده مليون، عقبها بكم من ستوري تلاقي طاقة سلبية. فيعني هل هاي كان شو، يعني ناس ما قلت أنت هاي شيء حق روحك، ليش تروي للناس؟ بالضبط. يعني في بعض الناس
تبي تروي انه هو عنده سلام داخلي ولكن هو لا بين العكس صح. يمكن هل السوشيال ميديا ما له علاقه بالسلام الداخلي؟ المفروض شيء خاص فيك انت، توافقيني هاي الراي؟ اوافقك، بس بعد في تعليق بسيط هو صح، بس بعد في تعليق انه هو ممكن يكون ايجابي لان انت بس بعدين في الاخير هو يعتمد على الشخص، لان في ناس فعلا تحط المديتيشن تحط هي الاساليب مالتها تشجع الناس تخلي عندهم وعي صح ان هاي الشيء موجود وحلو وممكن اسوي، بس بعد يعتمد على الشخص في كل شيء، في الزين والشين، فانت دائما اختار الشيء الزين اللي تناسبك، يعني اللي تحس ان هي بتطور من وعيك. ان شاء الله يا ربي ايامنا كلها تكون سلام داخلي وراحه. احنا لنا سلام داخلي الحمد لله. انا حسيت جود فايبس اول ما دخلت من اول البوابه. حبيبتي ما شاء الله عليكم استاذه نسيم عبد اللطيف، وشكرا لك على هذه المعلومات اللي قدمتيها وعن السلام الداخلي. شكرا لك. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد ونرحب فيكم ايضا من جديد. التصوير باستخدام التلفون صار من الاشياء الاساسيه عند كل شخص يمتلك الهاتف الذكي، ومثل ما انتم عارفين صارت الكثير من الصور الاحترافيه والفيديوهات يتم عملها عن طريق التطبيقات المختلفه اللي سهلت عمل المصورين وزيدت انتاجهم. طبعا يسعدنا اليوم استضافه المصور دعيج خليفه، واللي قاعد يقدم دروس وبرامج عبر منصات السوشيال ميديا تختص في التصوير بالتلفون. صبحك الله بالخير يا هلا ويا مرحبا فيك. صبحك الله بالنور والسرور وحياكم الله. الله يحييك. مشكورين على الاستضافه الحلوه ذي. نورتنا. الله يسلمك. في البدايه دعيج، يمكن التصوير بالتليفون صار شيء يعني في كل مكان، أساسي. الكل من يصور حتى ولدي الصغير صار بالتليفون. ضروري ضروري. اي يصورني يمكن 500 صوره ويترس التليفون عقب يقول لي خلاص فل. صح. فكلمني على موضوع ان شغفك في هذا الشيء في البدايه، وشلون انت قدرت ان انت في البدايه تطور هذه التصوير وخليته شيء احترافي، مو بس يكون يعني كهوايه ولا بس اصور حق ربعي مثلا. بالضبط. هو طبعا اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مشكورين اولا على الاستضافه ويعطيكم العافيه على البرنامج الحلو ذي. التصوير طبعا هو ما يختلف يعني بنوع الجهاز اللي عندك، يعني سواء انت تصور بالتليفون ولا بالكاميرات اللي نعرفهم احنا. لكن حاليا شو اللي خلانا احنا مثلا كمصورين اصلا فوتوغرافيين او فيديو او ايا كان بالكاميرا المعروفه ذي ننتقل للكاميرات الصغيره ذي او نقتنع فيها بالاحرى، احنا مو سهل نقتنع ذي يعني، بس صار الوضع الحالي او خلينا نقول يعني وجود السوشيال ميديا واهميتها اصلا صار يحتم علينا ان احنا ننتقل حق ذي الشيء. طبعا ما ننسى وما نهمل كاميراتنا، يعني كاميراتنا ذي احنا شيء مقدس بالنسبه لنا، تعتبر العابنا يعني وعيالنا. لكن التلفونات صار الحين هما الاساس، يعني طبعا اساس بالسرعه، اساس بالـ 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 بالانتشار، بالكثره، يعني هي صارت في جيب الكل يعني. فاحنا كبدايه كمصورين صعب ان نقتنع ونروح حق هذه الاشياء، لكن حسينا ان الناس تبي منا احنا اللي متعلمين في التصوير يا جماعه جابوا لنا شوي وعلمونا على التليفون يعني. صح. فهذا اللي خلينا نقول خلى حب المجال، المجال التعليمي او مجال نشر الثقافه التصويريه ان صح التعبير، ان احنا نبدي ندخل هذا المجال ونبدي نطور الناس وننشر المعلومه وننشر الطرق وشلون تعلمون تصوير بالتليفون عن طريق السوشيال ميديا. صحيح. يمكن احنا نعرف ان دائما في الكاميرات العاديه اللي احنا متعودين عليها كل مره نشوف عدسة جديده، تقنيه جديده، كاميرا جديده، ايضا في الهواتف في نفس هذه التقنيات، في كاميرات ممكن تكون هاي ريزولوشن، في كاميرات ممكن يكون فيها الزوم اكثر. صح. فيها ممكن الكواليتي اكثر. فنشوف التقنيات ما شاء الله في التلفونات بعد من ناحيه الكاميرا قاعد تتطور يوم عن يوم. نعم. فتره. نعم. عن فتره. يمكن هاي الشيء اللي خلى الكثير من الشباب يلجؤون انه يصورون من خلال التلفون يعتمدون عليهم. صح. لكن انت شلون قدرت تواكب هذا التطور بعيد يمكن عن عدسات الكاميرا عن كاميرات التلفون نفسها؟ خلاص صح معلومة عند الناس أغلبها إن ترى يعني الشركات هذه اللي تصنع التلفونات خلينا نقول الدندن وايد على موضوع إن مثلاً الكاميرا التلفون مثلاً 40 ولا 50 ميجا بكسل ولا مرشنو ولا تصور
للقمر ولا مثلا كذا يا ريت تسويق طريقه التسويق اي تسويق ترى يعني الشخص العادي البسيط اللي قاعد يصور اهله قاعد يصور عياله قاعد يصور رابعه طلعاته رحلاته يمكن ما يحتاج هاي الامور ما يحتاج هاي الامور التسويقيه يحتاج يتعلم شلون يستخدم الكاميرا فهذا الشيء اللي احنا الحين بدا يقربنا من الناس اكثر ان قمنا نقول وضح حق الناس هذه المعلومه وهذا الشيء الكاميرات مثل ما تفضلتي ان في اشياء ممكن انا مثلا اطورها من ناحيه العدسه من ناحيه الادوات والاكسسوارات اللي وياها الاضاءه او غيره بس التلفون انا ممكن استفيد منه ترى على نفس المجال يعني يمكن في عدسات تضاف على الكاميرا مثلا كاميرا التلفون تعطيني مثلا احنا بمصطلح معروف عندنا مثلا وايد انجل زاويه عريضه فممكن في اكسسوارات تنحط وقامت وايد شركات طلعت تسوي هذه الاشياء وتنتج هاي الامور اللي تفيد وتقوي خلينا نقول جانب تصوير بالتلفون في نفس الوقت في اشياء مثلا مو موجوده في الكاميرات مثلا التطبيقات يعني احنا حاليا كلنا نعرف ان نصور وسوي اديت حط فلتر ما ادري شنو دايركت في التلفون الكاميرات ما تسوي هالاشياء ففي امور وفي مميزات موجوده في التلفونات مو موجوده على الكاميرات فهذه الاشياء يعني تخلي او ساعات ترجح كافه التصوير بالتلفون اكثر من الكاميرات يكون سريع يعني انت لما تسافر تبي تطلع ما يحتاج تشيل العدسات والاضاءات والكاميرات عندك حتى التلفون. افلام قامت تتصور بالتلفون صح. يعني يمكن هذه النقطه اللي كنت ابغى اسالك عنها موضوع الافلام ان في ناس او في شركات صارت او حتى افراد يعني بروحه هو مثلك يعني يصور فيلم خلاص كل شيء بالتلفون فهل وصلنا مرحله ان احنا نستغني عن الكاميرا طبعا اكيد انت قلت في البدايه ان هذا لين عيالي زين كاميراتك بس انت مصور بروفيشنال الناس العاديه ما بيكون عندها هذه الاكويبمنت وهذه بس هل التليفون ممكن انه يغنيك خلاص عن يعني انا شفت دعايه ما بقول يعني شنو الدعايه ولكن كان يقول ان الزوم يوصل للجيران زين يعني اشوف جاري بس حق الفضايح زين هاي نفس موضوع القمر فيعني اكيد هاي شيء تسويقي ولكن هل وصلنا مرحله ان نستغنى عن ال ايه شوف اخوي موضوع الاستغناء هذه انا يعني كشخص استخدم خلينا نقول الشيئين يعني او الكاميرا والتليفون لا ما استغني يعني اكيد يعني مستحيل يعني انا شخص اعرف انه ما تستغني عن الكاميرا مهما يكون في امور تقنيه وايد يعني مثلا حجم الصوره يكفي يعني ترى تشوفها انت في التليفون واضحه ولو تاخذ صوره الكاميرا وتحطها في التليفون واضحه لكن بعدين في العمليات الثانيه مثل عمليه المعالجه عمليه انه تكبر الصوره تشوف الفرق بينه لان في ناس بعد اللي تعبك اكثر ان في ناس ما تعرف تفرق بين الصوره انه مصور بالتليفون ومصور بالكاميرا انت تعرف على حاجته في ناس وايد ما تعرف بالضبط على حاجته هو اذا يحتاج انه ياخذ الصوره مثلا 60 70 ميجا بكسل في ناس ما تحتاج 5 ميجا بكسل فليش يروح حق الكاميرا ليش يروح حق ذي بس الحين قاعد اقول لك ان مثل ما تفضلتم ساعه ان في اكسسوارات ممكن تضيفها صح. تخلي الانتاج اعلى يصير تضيف صوت تضيف اضاءه تضيف اكسسوارات عدسات وايد اشياء حتى الحين قاموا يسوون الاجهزه هاي الجيمبل اللي مال الاهتزاز حق التليفونات فخلاص الموضوع تطور يعني قاعد ينافسوننا وايد لكن ما نبيهم يعني طبعا دائما احنا نعرف ان مجال التصوير عالم متجدد يعني ودائما في تقنيات جديده وامور جديده لكن بعد فتره اخيره قمنا نشوف يمكن قنوات تلفزيونيه قامت تعتمد على تقارير مصوره من التلفون نفسها صح. يعني قنوات صح. عالميه صح. فيعتبر التلفون نوعا ما تصويره ممتاز صح. جيد في حدود ان انت في النهايه تبي تنقل صوره تبي صح. تنقل حدث صح. وايضا في كثير من الشركات العالميه تسوق من خلال صوره تم تصويرها من التلفون بالضبط. انت اليوم يعني مصور بحريني ومتمكن لك خبرتك هل تشوف في اعلانات تصور في مملكه البحرين في التلفون يكون لها قابليه اكثر من التصوير اللي يكون بعدسه وبكاميرات محترفه كل شيء يصير وايد سهل وفي تجارب صارت ما احتاج اذكرها هني بس في تجارب شفتها ومتاكد منها ان هي ممكن تنافس حتى وقبل اللقاء يعني قاعد اسولف ويا اخوي حمد قاعد اقول له عن الموضوع اصلا ابسط مثال واجرب مثال يعني الله يصلح الحال في لبنان تو الموضوع الحين لاحظتوا كل التقارير كانت شنو بالتلفون صح. كل الصور ما مداها حتى النشرات والجهات والتلفزيونات انها تنشر لا بالتلفون خلاص الحين صارت الكاميرا وايد ابطا من التلفون في الموضوع طبعا ما تحكي تقنيا لكن تحكي ان وشفنا بعض الاحداث اي بعض الفيديوهات واحد صار الانفجار الاولي قام طلع التلفون الحين يا دوب يعني مشكله بتصير ما عنده وقت خلاص
التغطية أسرع يعني الفترة الجاية، يعني خلينا نقول إحنا أصحاب الكاميرات فترة مخيفة عندنا يمكن نتواجه كامل هناك، لكن لكن صدق ممكن كل شيء يصير بالتلفون مثل ما قلت لكم، يعني ما في صعوبة، لكن الأمور التسويقية هاي الواحد يبتعد عنها. يعني الدليل أن حسابات كثيرة أصلاً ماشية بتصوير تلفون وناجحة وتسوي دعايات، من ضمنها أنت تكلمت محمد المعد حمد الشملوني وأنك موجود واقف جداً يعني حسابه ماشي على تصوير بالتلفون، ما شاء الله ما شاء الله ما يحتاج الواحد يعني هذه الإبداعات اللي قاعدين نشوفها عند أخوي حمد وعند غير، التلفون مكفي موفي. أنا إذا بصور وبنقل بعدين على الكمبيوتر وبطلع من الكمبيوتر بروح بمنتج وبعدين بروح برفع، هاي خطوات كلها تضيع الوقت. صح. الأحداث والنشر ما يحتاج، السوشيال ميديا ما تبي هلا، تبي استمرار وتبي سرعة. وأساساً الحين موجود يعني تطبيق المونتاج في التلفون نفسه، يعني ما تطلع من التلفون. أنا أذكر حضرت دورة يعني في إحدى القنوات أن يعلموني شلون أصور تقرير كامل بالتلفون، قلت معقولة أمنتج أركب فويس أوفر كله من خلال التلفون؟ يعني إن التقنيات الحديثة اليوم ما شاء الله متميزة. لكن ودي أسألك أكيد في نهاية فقرتنا دعي، أكيد عندك نصايح حاب تقدمها حق المشاهدين والمشاهدات في موضوع إنه شلون ممكن يعني بعض الشيء النصايح البسيطة يصور بالتلفون، يرفعون الإضاءة مثلا، أنا توني متعلمتها أرفع الإضاءة وغيرها من الأمور. هي ترى يعني الحمد لله عندي في حسابي حطيت الحين حاليا يعني سلسلة تصوير بالتلفون وماشي للحلقة، الحين وصلت التاسعة، الحلقة العاشرة جاهزة قاعدة بس بصورها الحين ما عندي وقت صاير لها، بس كلها هذه يعني تبس بسيطة، أمور يعني الواحد يحتاجها بكل بساطة، مثلا مسكة التلفون، انه يختار زاويه حلوه، مو بس ارفع وخلاص. يعني هو التلفون سهل على علينا التصوير، لكن بعد علشان تتميز انت بصورك ويختارون يقولون والله مثلا ها احنا قاعدين كلنا في طالعه اليوم، انت قوم صور لنا يرون صورك حلوه يعني انت صور. الكل قاعد ينطر صورتك حتى لو كلهم قاموا في النهايه ينطرون صورتك، لان انت يدرون انت بتختار زاويه صح تختار الاضاءه، والله لا واحد شغل لي ليت التلفون هني واحد سوي لي ضبط السيتنج بعد كل شيء، تختار افضل اعدادات. حتى ترى تلفوناتنا لما تجي من البدايه من اول ما نشتريها فيها اعدادات لازم تغيرها على حسب انت اختيارك، يعني هاي سالفه الفور كي الاقل الفيديو فول اتش دي، كل هاي الامور تحتاج انت تجهزها قبل لا تصور، مو بس ارفع التليفون وصور. انا كل يقولون لي انا كل يعطوني اصور يقول لي يدك طويله بعد عشان كل يطلع هذا شو على الميزات، ما يعطوني حق السيلفي يعني هذا بعد اعتبر ترى ميزه يعني ميزه بعد. فالمصور دعي خليفه كل الشكر لك على وجودك، اكيد موضوع مهم وكل التوفيق لك. وياكم ان شاء الله يعطيك العافيه. عاد لازم عقب ناخذ سيلفي ابغى اشوف تصويرك اتعلم. لا السيلفي عندك. يعطيك العافيه، شكرا لك. الله يعافيكم، شرفنا والله. وصلنا معكم مشاهدينا لختام حلقتنا لليوم، نلقاكم باكر ان شاء الله في نفس الموعد من 10 ل 11، انتظرونا.